الذي استهدف منطقة شورجا وسط المدينة والذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى. وأكد الدكتور نجم الدين كريم أن جرائم الإرهابيين ومحاولاتهم اليائسة لزعزعة الأمن والاستقرار لن تثني من عزيمة الكركوكيين بمختلف مكوناتهم على مواجهة الإرهاب والتصدي له. ودعا محافظ كركوك المواطنين إلى توخي الحذر والحيطة، مطالبا الذين يؤجرون منازلهم للنازحين إلى المدينة من المدن والمناطق الأخرى للتأكد من المستمسكات الثبوتية لهم خشية وجود عناصر إرهابية بينهم تستغل الظروف الراهنة. كما تفقد الدكتور نجم الدين كريم جرح الاعتداء الإرهابي في مستشفى أزادي. طبعا زرنا مكان الحادث هذا الصباح ورأينا الدمار الذي حصل بالمقهى وذهب ضحيتها عدد من مواطنينا بينهم بيشمركة آسايش مواطنين عاديين وحتى أطفال. الإرهابيين لا يتوقفون من أعمالهم الإجرامية لتخويف مواطني كركوك، ونحن نطلب من جميع المواطنين في كركوك من الذين أجروا بيوتهم أو غرف في بيوتهم إلى النازحين بتقديم أسامي هؤلاء النازحين إلى أجهزتنا الأمنية مراكز الشرطة والآسايش لنتأكد من عدم وجود إرهابيين بينهم. إلى ذلك أدانت سكرتارية الرئيس مام جلال الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بشدة